هل يجوز لي أن أقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين عند النوم وأن أذكر الله بأسمائه الحسنى دون وضوء؟ نعم يجوز هذا إذا كان عن ظهر قلب، لأن القرآن لا يحرم على المحدث إلا من عليه جنابة، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وأما قراءة القرآن على غير وضوء فلا بأس بذلك إذا لم يمس المصحف، لأن مس المصحف بغير وضوء منهي عنه. ففي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.